مع الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر. مساء الخير. مساء النور يا أستاذ خالد. كل سنة حضرتك طيبة. وانت طيب يا حبيبي. عيد ميلادك بكرة. اتولدت بكرة واتقيدت يوم 8 برج الثور بفخر يعني. اتولدت بكرة واتقيدت يوم 8. فرقها بسيط يعني. عشان كنت تعبانة في المستشفى فماما قبل ما ودوني بابا قيدني في المواليد والكلام ده يوم 8. بتحصل يعني. احتفل بك بكرة ولا يوم 8؟ بحتفل يومين وباخد هديتين للصلاة. بتحتفل وتاخدي الهدايا في اليومين؟ طبعا انا مالي. حقك. يوم ما اتولدت يوم ما اتقيدت الاثنين محسوبين عليا. خليني احييك في المسلسل العتاولة، كنت عاملة دور كويس قوي والناس افتقدتك. هما موتوكي ليه في الحلقة الأخيرة؟ هل لما خدت كنت عارفة ان شخصية سطرة هتموت في الحلقة الأخيرة؟ لا الحقيقة انا ما عنديش ورق. الحقيقة انت عارف الشغل دلوقتي كله يبقى انت معاك بس التريتمنت العلاج ومعاك كام حلقة. ما حدش دلوقتي بيخش ومع كل الحلقات زي زمان. يعني ما بتبقيش عارفه بنى الشخصيه بتاعتك من الاول للاخر. لا لا مش بيتقال لي بس الخط في احنا بنمثل مشهد بمشهد يعني. بالضبط. انا بتثق انت بقى في الناس جهه الانتاج. منتج كبير محترم زي صبري الصباح، مدير انتاج فني زي علي حسن، ناس محترمين قوي، مخرج جميل وكل اعماله ناجحه زي احمد موسى. انت خلاص بتثق. بلس بقى ان انت معاك كاست حلو. أيوة. انا بحبهم. المات احمد السقا كان مسلسل حلو قوي طبعا. اكتر لطفي عمل كان مسلسل حلوين. وبرضه ليه كان فيلم حلوين جدا. مي كساب فنانه. كل الممثلين كانوا عاملين ادوار حلوه قوي. لا بفضلك اقول اساميهم عشان عيد. زينه نجمه حلوه. لان انا بحب اللي يكون شغال مع ناس يقول اسمائهم مش زي ما بيحكي. كانوا بيجوا يقعدوا معاك في اوضتك على طول. عرفت. الشباب الجديد كله لا اول ما بتعب بيجوني طبعا. وغير غير ما بتعب الاقيهم جايين لي اكل وجايين. لا 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 احنا زمايلي حلوين قوي مع بعض. وباسم سمره ده حدوته. باسم سمره ده انسان بشكل لا مجرم تمثيل. ده صحيح. لا سيبك من التمثيل. انا بتكلم عن الاثريات دلوقتي. التمثيل كلهم نجوم وكلهم هايلين. ميني جمال الثاني مش عارفه الطوي. لبنى ورد. حتى الادوار اللي مش كبيره قوي ناس عامله شغلها حلو قوي. طيب ليه كله الشباب كله طيب نجوم. تمام. ليه طلع الكلام ده في هذا التوقيت مع الحديث عن جزء ثاني من العتاولة؟ عشان في غيره. يعني انت مش شامم ريحه الغيره يا استاذ خيري. انا بسال يا مرهاني. انا شامم بس عايز اشوف النار. حضرتك انا واضحه جدا وماليش عداوات مع حد وماليش اختلافات كتير. طيب مين بيغير منك وليه يعني؟ يعني انت عامله دور يتناسب مع امكانياتك ومع تاريخك وعامله كويس قوي والسوق واسع والاعمال كتير. يعني مين اللي بيطلع اشاعات ويقول انك لم تكوني ملتزمه في التصوير؟ ده بقى الله اعلم بيه او بيها. لا ده حد مصر على الكلمه دي. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. ارجو صدرك ينفع لي يعني. طبعا. حضرتك دلوقتي انا موجوده فين؟ في لبنان. ايوه. معهم كلهم في نفس الاوتيل. بيبعتوا لنا العربيات تاخدنا. بنروح على اللوكيشن. ايوه. ما ينفعش تتاخري. هتروح ازاي؟ في الكرفانات. هروح فين؟ لو انا أيوه. عندي مسرح ولا عندي بلد في بلدي مثلا في ابني عايزني ولا بنتي ولا حفيدتي. لا مفيش. انا معاكم. هروح الاوتيل بس 4 ايام او 6 ايام ما عنديش تصوير. ايوه. لان في غيري بيصور وما تقدرش تعترض. دي ظروف شغل بيقفل حلقات. طيب الاستاذ علي حسن شهر من 4 6 ايام كذا مره مش مره. استاذه فريده في اخر مشاهدك كنت عارفه ان سطرة هتموت؟ انا عمري ما عرفت ولا مشهد. انا اتفاجئت في مداخله الاستاذ عمرو اديب اللي كلهم بيقعدوا على الورق. احنا اتعودنا في ناس جيل قبلهم شويه. احنا على فكره انا مشكلتي ان انا لا عارفه ابقى مع جيل العواجيز. يعني مثلا بيمثل معايا ناس احيانا عندهم 80ات ولا عارفه ابقى مع الشباب اللي هم دلوقتي كله عدى ال 40 يا استاذ خالد. ايوه. لا انا عارفه مع دول انا مع دول. انا في النص. عشان كده انا بخيرهم ومحتاره. يعني انا الحمد لله يعني هعرف. لا بحب اقعد في شغلي. لا انا ما بتفرجش على المونيتور يا استاذ خالد. عمري اتعودت على كده. يعني الاستاذ نور الشريف لما عملت معاه فيديو اول مره بعد رجوع الفن قال لي يا فريده لو اتفرجتش على نفسك هتتخيلي. تبقي بتتفرجي مثلا هنا في تجاعيده هنا المكياج هنا البصه مش حلوه. لا اعملي شغلك بس.
وتيجي الشغل ده للبوس وعنده حق. طب انت لو اتعمل جزء تاني من العتاولة مش هتبقي زعلانة انك مش موجودة؟ ابقى ايه؟ زعلانة انك مش موجودة؟ برضو معرفش. هو حضرتك استاذ احمد السقا قال في البرنامج ما تحرقيش المفاجأة يا استاذة فريدة. واكيد هم لو طلبوني انا ما فيش على فكرة بيني وبين اي حد عداوة. وبعدها لك تاني احمد موسى انا بحبه جدا، انا بعتبره ابني، انا كان لما بيضحك كده وشه يدور بفرح لما اعمل مشهد حلو، لانه احمد كان معايا على طول يقول لي نعمل كذا نقول كذا، فجاه هو بعد عني لانه هو مشغول وعنده حق، ما كانش بينام يا استاذ سعيد. في عندي 500,000 ممثل وكل واحد عايز نفسه باكيد، بس انا ما كنتش بتدخل في المكتوب، انا بس بتناقش في المشهد اللي جه. يعني انت مبسوطه بما قدمتيه في هذا المسلسل؟ هقول لحضرتك حاجه، عشان تكون شايل خير راضيني يا استاذ خيري، عشان تكون شايل خير لكم يا استاذ خيري. الغياب في الثلاث حلقات الاخرانيين دول هو اللي بين لي الناس بتحبني قد ايه. هو اللي عمل الدوشه دي، هو اللي عمل الهاشتاجات دي، هو اللي عمل لي الناس تيجي عند بيتي. وبعدين مين عارف هو الابن قال كده، ما نعرفش ايه اللي هيحصل في الموسم الثاني اذا تم. يعني ماليش دعوه. أيوه. وجهه نظر مؤلف ومخرج محترم وعلى راسي. صح ده والله كان. احنا عندنا مثل قديم بيقول لك اللي تغلبه والعبه. انت شايف وجودي ليه اهميه؟ كتر الف خيرك. صح. ونفعت في الاحداث، حاضر انزل اخلص دوري لبنتي. الفتره دي بتاعتي انا ومع احترامي لاي حد محدش يعملها زيي. انت بتكلميني عن غضب اللي فيها مني كتير. بتكلميني عن غضب كبير من نجاحك. هو الوسط بقى فيه نفوس وحشه كده؟ يا استاذ خيري بص، ربنا خالق الدنيا نصفين، ليل ونهار، ابيض واسود، شر وخير، مفيش حد زي التاني يا استاذ خيري. لازم يكون في ناس بتتوحش علشان الخير ينتصر في الاخر واسم ربنا. انت مش عملت عمل حلو ونجح وكسر الدنيا؟ احتفل بعيد ميلادك بكره وما يهمكيش اي حد، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. انا عايز اقول لك كلمه مهمه يا استاذ خيري. ايوه. الله طيب يحب الطيب. صحيح. ودي اخر حاجه هكتب بيها معاك بعد اذنك يعني. دي جميله. لو انت مش كويس، لو انا مش كويسه، ربنا ما يحبنيش. وربنا لما بيحب حد، ده حديث قدسي، بيؤمر عداده، بيؤمر ملائكته ينزلوا يلقوا بمحبته قلوب العداد. الحب بتاع الناس لو بتاعته وبتاع الناس المهتمه بفريده وكل اللي بيجرى ده دي محبه، يبقى انا مش وحشه. وعلى فكره انا نزلت بوست على الـ على على الصفحه بتاعتي، شفت كتبت فيه ردوا انتوا بقى يا حبايبي، فمن فضلكم شيروه لان هم بيكتبوا الوحش ما بيكتبوش الحلو. البوست ده يا استاذ خيري ميت الساب والبنات كلهم والصبيان اللي هم الشباب الجداد اللي بيقولوا عليا موترهم وبضايقهم. يا ماما يا حبيبتنا ما فيش خير، كل خير منك. شوف الردود اللي ردوها يا حبيبتك من ده كتير. ما تشغليش بالك، السوشيال ميديا مش مؤشر. لا ما تشغليش بالي خلاص بقى. ايه لما ردوا زمايلي قلت لهم اشربوا بقى، شكلكم طلعتوا كذابين ودي حاجه وحشه، والافتراء ده وحش قوي عند ربنا يا استاذ خيري. بس بشكرك جدا يا استاذه فريده.